هتاخد معايا التليفون اللي جاي. مساء الخير يا فن. قول لي يا فندم. قلبي وقلب الناس كلها. حياتي. ازاي عرفك كده بسرعه؟ يعني ازاي بسرعه؟ هو ما هو كده كبير. هو لازم يعرف. طب هو عرف لو كلمني في اي يوم برضه اعرف. العالمي. انا مش هقول حاجه غير العالمي. طبعا عليكم. وانت منور وان شاء الله تفضل منور طول الوقت واللي جاي احسن باذن الله. ربنا يخليك ليا يا رب. الفنان يخليك. محمد عز. ازيك يا محمد؟ العالمي. الحمد لله. انت منور يا محمد في كل حته وفي كل مكان. ربنا يخليك. كل دور بتعمله. ده نوركم والله العظيم. والله ده نوركم. من اول من اول قالوا يعني انت لسه ما كملتش الباقي الجمله وعرفك حد على طول. يعني بصي بصي طبعا. مش اي حد بجد بتكلم بامانه لان انا قبل يعني هو اشتغل مع احمد قبل ما انا يعني ايه يعرف ان انا بمثل او اي حاجه وصاحب احمد جدا من قبل ايه انا من بدري بس لما شفته في عيد ميلاد احمد تمام رحت سلمت عليه وبوسته وحضنته قلت له انت ما شاء الله عليك بجد ما حصلتش من الناس اللي بجد تتحب وحد كده يعني هو كشخصيه بعيدا عن التمثيل ما حصلش ذوق جدا خدوم جدع محترم كل ده عندك انت والله العظيم تمثيل بقى بجد عالمي يعني بجد اتعلم منك يا عم ومن اخوك ومن العيله دي اللي احنا مش عارفين كل ما لا يا باشا لا يا باشا بلاش تواضع احنا نقول الحق لا يعني يا محمد لا بس يا محمد فعلا انت كل الناس اللي بتعرفك بتقول عليك راجل وجدع ما شاء الله ما شاء الله وصاحب كل الناس كل الناس بتحبك بجد والله عشان هم برضو اصحاب كل الناس وهم جدعان يعني الراجل اللي قاعد معاك ده يعني هو واخوه والعيله دي كله يعني بيمشوا كده الجدعانه كده تقع منهم يا حبيبي من كتر ما هي عندهم بزياده احنا كجمهور مستمتعين بجيل الشباب اللي طالع ده احنا حاسين انتوا هتعملوا طفره وثوره في الفتره القادمه لما تشتغلوا كمان مع بعض كلكم هيبقى في حاجه والله احنا حلوة. نفسنا والله العظيم يا ساره احنا بجد عندنا طاقه يعني احنا عندنا طاقه نغير وعندنا طاقه نقدم وعندنا طاقه نشتغل بكل مجهود وكل تعب وما عندناش ومش يعني عندنا كل حاجه نقدر بس ده باين ان شاء الله ربنا يكرمنا ويتوفر لنا الظروف والحاجات اللي احنا نقدر نشتغل فيها يعني مثلا واحد زي محمد راجل موهوب جدا جدا بيشتغل بيعمل اي حاجه يعني محمد دي حقيقه والله مش عشان ضيفي انا حقيقي بتكلم مش عشان ضيفي حقيقي بجد والله العظيم ولا عشان انا اعرفه شخصيا ولا اي حاجه بس بجد لما اتفرجت عليه هو بيعمل ادوار شر صدقته واتضايقت منه واتعصبت ولما ضحكني لما عمل كوميدي ضحكت من قلبي ولما عمل الادوار اللي هي العادية الشباب العادي أنا مصدقه في أي حاجة فليه الطاقات دي ما بنشتغلش عليها أكتر من كده شوية يعني صحيح يعني يا محمد يعني يا رب فإن شاء الله بس أنا متفائل والله الأيام الجاية خير والأيام الجاية أحسن إن شاء الله يا محمد وبشكرك جدا كل حاجة كويس شكرا ليك أشوفك قريبا إن شاء الله متشكر يا سارة حبيبي.